إلينا من رام الله واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك معنا سيد عريقات. سأنطلق معك من آخر تصريحات المسؤولين العسكريين الإسرائيليين وحديثهم عن مرحلة ثانية حسموا فيها الجدل فيما يخص التوغل جنوبا، وقال غانتس بأن الخطة القادمة ستكون باتجاه الاحتلال نحو الشرق. ماذا يعني ذلك عمليا؟ يعني أولا لم يكن هناك مرحلة أولى ناجحة، وحتى في من وجهة نظر الإسرائيليين أنفسهم، يعني حتى الصحف الإسرائيلية اليوم كذبت كانتس وكذبت جالنت وكذبت كل المسؤولين الإسرائيليين حينما قالت ما زالت غزة وغرب غزة تحديدا التي يعلن أنه أنهى المرحلة الأولى فيها ما زالت تقاتل وزالت المقاومة موجودة هناك. فبالتالي أنا بتقديري ما نشاهده من مسلسل دموي وهذه المجازر التي تم بثها قبل قليل هي دليل ضعف، وهي دليل أن الجيش الإسرائيلي أخفق في مرحلته الأولى. ونحن نعلم أن المرحلة الأولى استحضر فيها النخبة من الجيش الإسرائيلي، لواء 401، لواء المظليين، وحدات النخبة، كلها هذه كانت يعني قد دفعها الجيش الإسرائيلي من أجل تحقيق إنجاز عسكري. وبعد مرور 3 أسابيع حتى اليوم، وبعد تمهيد مدفعي لمدة 43 يوم وسياسة الأرض المحروقة وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يحقق أي إنجاز. فبالتالي هو يقول أنه سيوسع، أين سيوسع ما دام هو غير قادر على تثبيت أقدامه في المكان الذي وصل إليه؟ حتى مستشفى الشفاء هو يعني وصل لمستشفى الشفاء بالدبابات، بالمجنزرات، بحماية المدفعية، بحماية الطائرات. الجندي الإسرائيلي لم يترجل على الأرض في مواجهة المقاومة الفلسطيني، بالعكس المقاوم الفلسطيني هو الذي يستدرج الجنود الإسرائيليين سواء كانوا من الوحدات النخبة أو من المظليين، يستدرجهم في كمائن ويقع فيهم خسائر. وأنتم قلتم قبل قليل حجم الخسائر التي وقعت أو التي مني بها الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. فبالتالي أنا بتقديري سيد، شكرا. بتقديرك بما أنك تتحدث عن الخسائر، كيف يمكن أن نتصور حجم الخسائر الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي؟ و يعني هل يقاس بما يعلن؟ لا، بالتأكيد. يعني هناك دلائل أن إسرائيل تكذب. أولا عدد الآليات التي تم تدميرها بين دبابة وآلية مجنزرة وجرافة بحدود حتى اليوم ربما فاقت 240. 240 بمعنى أنه لو كل آلية فيها واحد أي 240، هو يقول 58، إذن هو يكذب. إضافة إلى أن هناك عائلات من ذوي من أهالي القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين قالوا أن الحكومة تدفع لهم أموال مقابل صمتهم على أبنائهم. الصحفي مردخاي زار مستشفيات في حيفا في تل أبيب وشاهد أكوام من الجثث، وحينما أعلن عن ذلك تم اعتقاله. فبالتالي وهناك أيضا مرتزقة ليس لهم سجلات مدنية في الجيش الإسرائيلي يستطيعون إخفاء خسائرهم، ولكن نحن نعرف حجم الخسائر الحقيقي من ردة الفعل الإسرائيلية على الأرض من خلال قصف الطيران، من خلال المسلسل الدموي، من خلال هذه المجازر وهذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، رغم أنه هذا المسلسل الدموي هو بناء على تعليمات أعلى مستوى في إسرائيل. رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوغ هو الذي قال نقتل الفلسطيني لأنه فلسطيني، ونتنياهو رئيس الوزراء قال لا تسألوني عن الإنسانية ولا عن القوانين الدولية. فبالتالي هذه الجرائم ترتكب بتعليمات من أعلى مستوى، ومع كل ذلك يعني يحاول الجيش الإسرائيلي أن يحقق أي إنجاز على الأرض، ولكنه مهزوم أمام المقاومة الفلسطينية التي تسيطر على الميدان حتى الآن. طيب، مع تتبعنا لأهدافه أو لإعلانه عن هذه الأهداف والتضارب بين القيادات السياسية والعسكرية، كيف يقاس الإنجاز العسكري في العقلية الإسرائيلية؟ يعني أولا الإنجاز العسكري بمقدار أولا السيطرة على الأرض وتحقيق الأهداف وتنفيذ الخطة. لا يوجد أهداف حتى الآن. هل يستطيع نتنياهو
أن يخاطب العالم ويخاطب جبهته الداخلية أنه حقق هدف حصار مستشفيات أو حصار المستشفى الشفاء. هذا هو الهدف الحقيقي الذي توصل إليه حتى اليوم. هل يستطيع أن يخاطب جبهته الداخلية ويقول قضينا على قدرات المقاومة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية وصحف إسرائيل تقول أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تقاتل غرب غزة وشمال غزة وشرق غزة، يعني في كل مكان وصلت إليه الدبابات، وليس الجنود، الجنود لم يترجلوا حتى الآن، هم مختبئين في دباباتهم في آلياتهم. فبالتالي لا يوجد خطة عسكرية أيضا، بمعنى أنه ذهب إلى أهدافه، إلى مستشفى، إلى المستشفيات وإلى مستشفى الشفاء بمعلومات أمنية واستخبارية خاطئة أو كاذبة، يعني كلاهما ضعف لإسرائيل، وكلاهما مخزي لإسرائيل، وكلاهما سقوط أخلاقي أمام العالم. يعني حينما يستهدف مستشفى مثل مستشفى الشفاء والمستشفى أو مربع المستشفيات، ويتم حصار هذا المستشفى لمدة 72 ساعة، ويخرجوا بفيلم مهزلة بأنه كان قيادة للمقاومة الفلسطينية، ويتبين فيما بعد أن هذا كله كذب وهراء، هذا أنا بتقديري ضعف للجيش الإسرائيلي وهزيمة كما هي كانت يوم 17 بالنسبة للجيش الإسرائيلي. ما هي المآزق الاستراتيجية سيد واصف التي يواجهها الاحتلال الإسرائيلي مع حديثه السابق عن سيناريو اتجاهه للجنوب، لجنوب غزة في المرحلة المقبلة، والآن هو يتحدث عن توجيه معاركه لشرق القطاع؟ هذا يعني أنه حتى الآن هو عنده فشل أمني واستخباري استراتيجي. لا يوجد عند الجيش الإسرائيلي أي معلومات حقيقية، رغم أنه موجود في المكان ويحاول أن يستطلع بالقوة العسكرية، وهناك مساعدة له من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك طائرات، وهناك قوات الدلتا أيضا مختصة وتساعده في سواء كشف الأنفاق أو كشف مكان الأسرى والرهائن. ومع كل ذلك لم يستطع التوصل إلى أي معلومة حتى يبني عليها خطته العسكرية أو مرحلته القادمة التي يدعي بأنه سينفذها. فبالتالي هذا الجهل في المعلومات الأمنية والاستخبارية يدفعه إلى يعني عدم الوضوح في عمليته العسكرية. وطبعا كعسكريين نعرف تماما أنه أي عملية عسكرية إذا لم يكن هناك وضوح في الرؤية، وضوح في الهدف، وضوح بالخطة، لن يكتب لها النجاح كما هو جاري الآن. وخاصة أنهم استخدموا قوات النخبة، هذا الاحتياط الاستراتيجي من الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى وفشلوا. فالمرحلة الثانية من سيستخدمون؟ هل سيستخدمون قوات الاحتياط؟ قوات الاحتياط ليس لديها خبرة كما هم المظليين، ولا كما هم اللواء 401 أو 101 أو القفعاتي أو هذه النخبة من الجيش الإسرائيلي. فبالتالي أنا بتقديري هذا مأزقهم الاستراتيجي في كل الأحوال. في المقابل هناك اعتراف من الجيش الإسرائيلي بأنه يخوض معارك ضارية، وبأن الوضع في غاية الصعوبة مع مقاومة لا تمتلك، يعني بالمقارنة مع ما يمتلكه الاحتلال الإسرائيلي، أدنى ما يمكن المقارنة به. فبتقديرك عسكريا من الناحية العسكرية والاستراتيجية أيضا، ما هي أسباب صمود المقاومة حتى الآن وقدرتها على خوض هذه المعارك دون إعطاء مجال للاحتلال لتحقيق أهدافه؟ أولا المقاومة الفلسطينية تخوض معركة الدفاع عن نفسها وعن شعبها وعن كرامتها وعن حقها في الحياة. فبالتالي هذا يعطيها يعني دافع معنوي، إضافة إلى أن الحرب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ليست حرب موازين قوة. صحيح أنه ميزان القوة مختل لصالح الجيش الإسرائيلي ولا يمكن مقارنته مع المقاومة الفلسطينية، ولكن الحرب هي حرب إيرادات، هي حرب غير متكافئة، بمعنى أن المقاومة الفلسطيني لا يخوض معركة الجيوش، مواقع ثابتة يستطيع الطيران الإسرائيلي أن يقصفها ويدمرها وثم ينسحب المقاومين منها، لا، المقاومة الفلسطيني غير منظور، هو منتشر على مساحة 360 كيلومتر، مجموعات صغيرة تستخدم نقاط قوتها أمام نقاط ضعف العدو، تستخدم أسلوب أضرب وهرب، تقتنص يعني تنصب كمائن
تستجلب العدو إلى مناطق التقتيل كما شاهدنا في الأهداف الأخيرة. فبالتالي هذه كلها عناصر قوة للمقاومة الفلسطينية ولديها نفس، والمقاومة الفلسطينية مجربة، يعني هذه ليست المعركة الأولى، هناك 6 معارك خاضتها المقاومة الفلسطينية واستطاعت أن يعني تلقن العدو دروسا كثيرة، وآخرها عام 2014 وصمدت المقاومة مدة 50 يوم، نحن اليوم في 43 وما زالت يعني الحرب من وجهة نظر المقاومة الفلسطينية في بدايتها، لأنه حتى الآن المقاومة الفلسطينية والمقاومين ينتظرون الجنود الإسرائيليين في شوارع قطاع غزة، في أزقة قطاع غزة، في أنفاق قطاع غزة. لم يترجل الجندي الإسرائيلي من دبابته ومن آليته حتى الآن، فلذلك لا يمكن الحديث عن أي إنجاز عسكري أو الانتقال من مرحلة طب إلى بحديثك مرحلة عن أخرى البعد الزمني سيد عريقات، هل تتحمل إسرائيل حربا أطول ودون أمد زمني معين؟ يعني قبل قليل كنت أقرأ لتصريح لجالنت يتحدث عن الانتصار ويتحدث ثم يأتي بجملة اعتراضية ويقول نحن نأخذ بالاعتبار العمل العسكري والاقتصادي. هذه إشارة من الوزير جالنت، أنا أعتقد لها أبعادها، بمعنى أن هناك 360 ألف جندي احتياط، هؤلاء هم يعني عصب الاقتصاد الإسرائيلي. هل يستطيع نتنياهو وهل يستطيع الكيان الصهيوني أن يبقي شللا اقتصاديا لمدة طويلة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل الجيش الإسرائيلي إذا ما استمر في قطاع غزة في هذه الوضعية دون أن يحقق أي إنجاز أو أي هدف من الأهداف التي يعني أعلنها، سواء كان قدرات المقاومة أو الأسرى والرهائن أو أن السيطرة على قطاع غزة، إذا لم يحقق أي شيء من هذا، ما هو الداعي لبقائه في قطاع غزة وكل يوم يفقد 10 أو 20 جندي، وخاصة الآن هو في مرحلته الأولى، أما إذا ما تعمق في قطاع غزة وفي حواريها أنا أعتقد ستكون الخسائر أكبر بكثير. فهل سيتحمل نتنياهو؟ أنا أعتقد أمام نتنياهو كثير من التعقيدات، وأعتقد أنه بايدن كان صريحا مع نتنياهو حينما قال له ابحث عن خطط بديلة للحرب البرية. نعم. لأنه يعرف أنه ذهاب الجيش الإسرائيلي إلى حرب برية داخل قطاع غزة هو ذهاب من خسارة إلى خسارة أكبر. شكرا جزيلا. ولكن أنا بتقدير أكمل الفكرة الأخيرة بتقديرك سيد واصف. بتقديري أنه هناك الآن يعني قائد أمريكي من القيادة الوسطى قد وصل إلى الغرفة العمليات في تل أبيب، وأعتقد أنه سيغير من كل أفكار نتنياهو وقيادته العسكرية. شكرا جزيلا سيد واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من رام الله. شكرا.